إذا بسم الله وعلى بركة الله انطلق في هذه اللحظات شوطنا الثامن من أشواطنا الصباحية المقرر لها 12 شوط، وهذه إشارة جزيل للمفاريد برعاية السيد ماضي بن خالد الهادري مشكورا على هذا الدعم لرياضة الآباء والأجداد. أعود إذا إلى مجريات هذا الشوط وأذهب مباشرة مع المقدمة مع الصدارة لأرى هناك الفوج لمريط بن سعيد بن مريط الهادري، من في المقدمة من في الصدارة، ولكن من الجانب الأيمن أرى هناك المضايقات من جانب صوغان لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة، وفي ثالث مراكزنا أرى الوصول والاندفاع هناك من جانب عجلان لهادي بن عبد الله بن نايفة، وفي ثالث المراكز أو رابع المراكز عفوا أيضا عجلان لعلي بن دلهم الهادري، والناس عجله اليوم على الفوز، عجله على الناموس اللي جاوز هناك من الجانب الأيمن، هذا ضاري لسعيد بن زايد الخيارين، ضاري على الفوز، ضاري على النواميس في رابع المراكز. خامس مراكزنا يبقى هناك مع عجلان لعلي بن دلهم الهادري. أعود إذا بكم أيها الحضور الكبير أيها الحضور الكريم مشاهدينا الأعزاء مستمعينا عبر الأثير، أعود مع صدارة الشوط، أعود مع المقدمة هناك لأرى صوغان لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة لا زال مسيطرا على زمام أمور مقدمة هذا الشوط، ولكن حذاري من اللي رافقه في هذه اللحظات في ثاني المراكز، هذا ضاري لسعيد بن زايد الخيارين، ضاري إذن في ثاني المراكز، ضاري إذن لسعيد بن زايد الخيارين على ثاني المراكز، واللي في ثالث المراكز هناك عطونا اللي في ثالث المراكز القادم هناك، هذا عجلان لهادي بن عبد الله بن نايفة، ولكن خلونا مع الصدارة هناك، خلونا مع ضاري، وقلت لكم هذا الاسم بيكون له شأن في هذا الشوط وفي السباقات القادمة إن شاء الله. إذا ضاري لسعيد بن زايد الخيارين، ضاري إذا مع الصدارة، ضاري مع المقدمة، ضاري مع الناموس، الله 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 الله، يا سلام يا ضاري على هذا الأداء. بدأ إذن يبعد المسافة، ولكن صوغان يشكل خطورة في ثاني المراكز لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة، مع صوغان في ثاني المراكز، شعار بن نايفة في ثاني المراكز، ولكن ضاري راح، أطلق له العنان بعدما تجاوز لوحة الميتين متر، أطلق له العنان في هذه اللحظات. ضاري إذن بدأ يبعد المسافة بينه وبين صوغان، صوغان وضاري، ضاري وصوغان، ولكن خلصها ضاري. تهانينا من هذه اللحظات لمالك ضاري سعيد بن زايد الخيارين، واللي في ثاني المراكز صوغان لفيصل بن عبد الهادي بن نايفة، وفي ثالث مراكزنا اللي ما قصر هذا الفوج لمريط بن سعيد بن مريط الهاجري. التوقيت الزمني لهذا الشوط 3 دقائق 6 ثواني 37 جزءا من الثانية. تهانينا للجميع.